مساء الخير. ممثل حركة حماس في اليمن يقدم درعا تكريميا لمحمد علي الحوثي، الشخصية الثانية في هذه الميليشيات التي دمرت اليمن وقتلت اليمنيين، ومن يدري ربما شكره على استهداف الحوثيين للسعودية. غريب هذا الإصرار الفج والممجوج لدى هذه الحركة في تأكيد أنها ميليشيات تابعة لإيران. يكفي يا حماس، لقد أثبتتم للعالم أنكم ميليشيات إيرانية ورسختم هذه القناعة عند الجميع. قبلها رفعوا صورة سليماني وشكروا إيران وبشار الكيماوي، واليوم يطعنون اليمنيين. ولكن كما يقال، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأن هذا المثل الشعبي فصل تفصيلا على مقاس حماس التي سفحت ما تبقى من ماء حياء وجهها وأزالت قناع التقية وراحت تتفنن في كشف حقيقتها وتوجهاتها. اليوم وبكل صفاقة تعود حماس مرة أخرى لتطعن بسكينها قلوب الملايين من العرب ممن أجرمت بحقهم إيران وميليشياتها بتدميرها لمدن وبلدات وحواضر تحتاج إسرائيل 1000 عام لتنفيذ هذه المهمة. ليقف ممثلها في اليمن يكرم الحوثيين جزاء على ما فعلته وتفعله هذه الميليشيات المجرمة من فظائع بحق أهالي اليمن، في موقف مخزن من عشرات المواقف المخزية الأخرى لهذه الحركة التي بات العار يلفها من كل جانب. يتساءل اليمنيون اليوم، هل الهدية تلك هي مكافأة للحوثي على قتله لعشرات الضحايا من الأطفال والنساء في مجزرة مأرب يوم أمس؟ تلك المجزرة التي ما زالت دماء ضحاياها ساخنة تقطر من بين أصابع الحوثي، أم أنها عرفان لمئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثي كل يوم على المملكة العربية السعودية، محاولا فيها تهديد أمن المملكة وقتل مواطنيها، بل وحتى تدمير مكة المكرمة ذاتها؟ ما الذي يدفع بحركة كانت يوما ما قدوة للشعوب العربية والإسلامية أن تمحو تاريخها بعار حاضرها وتستبدل قلوب الملايين من العرب لترتمي في أحضان إيران؟ ماتت حماس أحمد ياسين والرنتيسي منذ زمن، ومات معها تاريخ طويل نسفه إسماعيل هنية وجوقة من المنتفعين حوله ممن باعوا قضيتهم وحولوها إلى شركة تجارية تساوم عليها بأبخس الأثمان. فما هو التبرير السياسي لحركة حماس في تكريمها الحوثيين؟ هل حماس مضطرة لتقديم الشكر لحركة انقلابية دمرت اليمن وقتلت وهجرت معظم الشعب اليمني؟ ألا يؤكد البيان التوضيحي لحماس كذب هذه الحركة وزيفها؟ ثم ما هو المبرر لوجود ممثل لحماس في صنعاء في ظل سلطة ميليشيات الحوثية اللاشرعية؟ هل أصبحت حماس حركة لا تعنو كونها ميليشيا خمينية زرعت في قلب فلسطين؟ هل تحولت إلى سرطان آخر يطعن في خاصرة الأمة كسرطانات كثيرة نثرت بذورها إيران على تراب هذه المنطقة المنكوبة؟ أي خير سيأتي للقضية الفلسطينية من ميليشيات إيرانية داعمة للمجرمين؟ هل هذا من الحنكة السياسية التي لا ندركها أو لا تدركها عقولنا نحن البسطاء السذج؟ من قال لحماس إن مقاومة إسرائيل تعطيها الحصانة بمدح القتلة والمجرمين وإطفاء الشرعية على جرائمهم؟ هل تحتاج اليوم حماس لمئة شهادة حسن سلوك كي تبرئ نفسها من كل هذه التصرفات المشبوهة والمدانة؟ ولكن أليس وجود حماس في بلد عربي كاليمن هو وجود طبيعي بغض النظر عمن يحكمه الآن؟ هل علينا أن نختزل اليمن بالحوثيين فقط؟ لماذا لا نتخيل أن وجود حماس قد يكون نوعا من الحوار من أجل اليمنيين وليس طعنا في ظهورهم؟ مرحبا بكم إلى التفاصيل.
ورحب بضيوفي بضيفينا في الاستوديو الاستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث اليمني من الرياض، ورحب بسياده العميد الركن حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي، كما ارحب بضيفي من غزه الاستاذ حسام الدجني استاذ العلوم السياسيه. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. الى تفاصيل ابدا معك بعد الترحيب استاذ نبيل البكيري، هذه الخطوه من قبل حماس بتكريم الحوثيين، ما الانطباع الذي شكلته لديكم بدايه انتم اليمنيون؟ لا شك أنه هذا العمل كان صدمة لليمنيين جميعا، وعلى امتداد يومين كان هناك رد فعل كبيرة وغاضبة لدى النخبة اليمنية ولدى حتى لدى نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي. كان كل شيء صادما بالنسبة لليمنيين، وخاصة أنه يعني حماس بالنسبة لليمنيين كان لها مكانة خاصة، يعني اليمن احتضنت حماس كحركة مقاومة فلسطينية تمثل واجهة ورافعة للقضية الفلسطينية والفكرة المقاومة عموما ضد المشروع الصهيوني في المنطقة. لكن الخطوة الأخيرة كانت مفاجئة وصادمة فعلا لليمنيين، يعني ربما كان اليمنيين يجدون بعض التبرير لحماس فيما يتعلق بعلاقتها بإيران، فيما يتعلق بالدعم اللي تقدمه إيران استشاريا طبعا وليس دعما ماديا بالطريقة أو بالشكل الذي يتخيله البعض. ما علاقة إيران بالحوثيين بشكر حماس للحوثيين؟ علاقة إيران بالحوثيين، الحوثيين ورقة إيرانية وجماعة إيرانية، يعني ذراع عسكري متقدم في الجزيرة العربية. هذا بالتالي يعطي نتيجة لحماس أن يعني تفتح خطوط تماس، خطوط تواصل مع الحوثيين، تكرمهم إلى هذه الدرجة. هذا يعطي مبرر مقبول لليمنيين؟ أنا أسألك على الإطلاق يعني أولاً لا هذه الجماعة أولاً شرعية ولا هذه الجماعة لديها ما تقدموا للقضية الفلسطينية، ولا هذه ولا اليمن من بلاد الطوق أو من دول الطوق التي ممكن أن يفهم من خلال العلاقة التي تريد يعني حماس أن تقيمها مع جماعة الحوثي. يعني لو كان مثلا يعني قد يجد بعض المبررات مثلا لوجود حماس في لبنان أو في سوريا باعتبار أنها بلاد طوق، لكن في اليمن لا يوجد أي مبرر لتقيمها أو لتقدم تنازلات لجماعة متمردة، جماعة ليس في يديها أن تقدم شيء للفلسطينيين. جماعة يا رجل ست سنوات وهذه الجماعة تسرق رواتب اليمنيين، أوقفت الرواتب، صادرت القطاعات التجارية في اليمن، نهبت كل شيء. فما الذي ممكن أن تقدمه مثلا لحماس؟ ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجماعة؟ يعني إذا كانت لا تستطيع أن تفي بتعهدات رواتب للموظفين اليمنيين، فما الذي سيمكن أن تقدمه ماليا أو حتى عسكريا مثلا لحماس؟ وبالتالي بس ربما قد يقول لك أحدهم لدى الحوثي خبرة جيدة لا بأس بها، حددت أمن المملكة منذ سنوات بالطائرات المسيرة، ربما حماس تريد أن تنتقل إليها هذه الخبرة طبعا بتوجيه أو بربط مع إيران. لا تعلق الموضوع بخبرة وقدرات عسكرية، نحن نعرف الحوثيين جيدا، لا قلت الدرونز فقط ونعرف من هم. يعني الحوثيون مجرد ورقة تستخدمها إيران، من يدير هذه الحركة سياسيا وعسكريا وما إلى ذلك كلهم خبراء إيرانيين، خبراء إيرانيين وخبراء من حزب الله وخبراء عراقيين أيضا من التابعين للحكم العراقي. بس لم نسمع هذا الكلام منكم أنتم اليمنيون عندما يعني قادة حماس في أكثر من مناسبة شكروا إيران، شكروا قاسم سليماني، شكروا بشار الأسد، شكروا هادي العامري في العراق. ربما أم أن الصدمة الحوثي ربما أن يعني شعبية حماس في اليمن انخفضت إلى الحضيض. حماس لديه شعبية كبيرة في اليمن. أنا بعد ماذا؟ عند كل تيارات اليمنية يسارية وإسلامية وغير إسلامية لها شعبية ورصيد جماهيري. حتى الإخوان في اليمن؟ الإخوان وغير الإخوان، يعني بالنسبة حماس هي يعني حركة لها تقدير واحترام ومكانة لدى كل اليمنيين. لكن الفعل الأخير بتكريم جماعة الحوثي أنا بعتقد أنه اليمنيين أعادوا حساباتهم كثيرا. شعارة قسمت ظهر البعير كانت بالضبط. يعني المشكلة أنه المسألة لا تقتصر أنه مسألة يعني علاقة أو تصريح، المسألة أنه تعدت الأمر إلى تكريم قائد ميليشوي. يعني ماذا يعني؟ طب هذا التكريم ماذا يعكس؟ ألا يعكس أن هناك تهاون عسكري، تهاون سياسي؟ التكريم هو طبعا بحسب المعلومات التي لدينا هناك أوامر إيرانية صريحة لحماس لعمل هذا. خلينا نسمع رأي. فضلا عن ذلك معلومات أخرى أيضا تؤكد لي من اليمن أنه الحوثيين طلبوا هذه الخطوة من حماس.
الحوثيين طلبوا من حماس، طلبوا هذه الخطوة، وإيران وجهت، وخاصة قبلها كبيوم كان هناك عملية عسكرية قذرة، مجزرة كانت في مأرب، وراح ضحيتها 21 مدنية مدني بما فيهم الطفلة ليان التي أحرقت، ونساء أيضا، ونساء أيضا. وبالتالي كان يعني حتى الحوثيين كانوا متخوفين من هذه من حجم الحملة التي كانت في وسائل التواصل تجاه هذه الجريمة، فأرادوا أن يغطوا على هذه الجريمة بالتكريم الذي حصل من قبل ما ادعى أنه مثل حماس. مفهوم. عم يسمعنا ضيفي من غزة الأستاذ حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة. مرحبا بك معنا من جديد أستاذ حسام. استمعت لرأي الأستاذ نبيل وهو يمني و كاتب وباحث ومطلع أيضا على ما يجري، إن كان لديك أي تعليق قبل أن أبدأ بالأسئلة المعتادة طبعا كما تعودنا. يعني مساء الخير لك ولضيفك ولضيوفك الكرام ولكافة المشاهدين. عندما نتحدث في البداية دعني أشكرك أخي أحمد، لأول مرة تعطي في المقدمة 10% لصالح الرد على أطروحة المقاومة ورد على يعني ما تتبناه المقاومة، و 90% ضد المقاومة. هذه أما ما يتعلق فيما حدث في مأرب، دعني هنا أترحم على شهداء اليمن الشقيق. العلاقة بين اليمن والمقاومة الفلسطينية هي علاقة أزلية، وكنت أتمنى أن تأتي في مقدمتك أخي أحمد، وربما ضيفك الكريم لا يعلم، وهنا دعني فقط من باب أني موجود في غزة فقط أن أقول أنه في اللحظة الأولى التي ذهب بها معاذ أبو شمالة وهو ممثل حركة حماس في اليمن، في اللحظة الأولى خرج بيان من حركة حماس يؤكد أن هذا السلوك هو سلوك فردي لا علاقة للحركة به، اجتهاد من معاذ إلى اليمن. يا أستاذ حسام، تعرف حضرتك بشو ذكرتني؟ ذكرتي بما حدث في لبنان عندما تهجم وزير الخارجية شرب الوهبي على المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فصدر من المكتب الرئاسي في لبنان أن وزير الخارجية اللبناني يمثل نفسه طبعا قبل أن يستقيل. تفضل تابع. على العكس أخي أحمد، على العكس أخي أحمد، ممكن أن يمثل وزير خارجية نفسه عندما يسأل عن محددات السياسة. لا بالتأكيد لا يمكن أن يمثل نفسه، بالتأكيد هو يمثل بلد. لا 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 لا، أنا أختلف معك. قد يمثل أحيانا، قد يطلق أي شخص تصريح حتى لو كان رأس الهرم ولا يعبر عن سياسة الدولة يكون هناك خطأ، والأصل بالخطأ أن يعتذر، وحركة حماس اعتذرت عن هذا الخطأ وأكدت أنه لا يمثل نفسه. وهناك بيان، أنا فقط أتحدث للشعب اليمني الشقيق، أن هناك بيان واضح وشديد أن هذا الحدث لا يعبر عن حركة حماس ولا يعبر عن الشعب الفلسطيني. العلاقة ربما التي تربط اليمن بفلسطين هي علاقة كما قال أخي من الاستوديو، أخي طارق أعتقد من الاستوديو، كما تحدث بشكل أستاذ نبيل، عفوا آسف، بشكل واضح العلاقة قوية. مكانة حماس والمقاومة، ولا حماس كحركة، مكانة المقاومة الفلسطينية في الوعي الجمعي الفلسطيني، في الوعي الجمعي العربي واليمني على وجه الخصوص، هي مكانة لا يستطيع أحد أن يمس هذه المكانة. وبذلك قد يكون هناك خطأ، ويجب أن نعزز أن هذا خطأ، ويجب أن نبارك أن هذا خطأ، لأنه بالتأكيد لا أحد يقبل أن تقدم مكتب حماس لأي جهة. حركة حماس تقاتل في بيت المقدس، تقاتل في الأراضي الفلسطينية، وأنا دائما يا أخ أحمد كنت أقول لك أننا لسنا بوارد الدخول في أتون وصراعات هنا وهنا. جميل. طب إذا ما عدنا قليلا بعض الأيام يا أستاذ حسام، قلت لي إنه هذا صدر بيان عن حركة حماس وأن ممثلهم في اليمن يمثل نفسه في هذا التصرف عندما كرم محمد علي الحوثي. طيب السفير الفلسطيني أيضا عندما شكر هادي العامري وميليشيات الحشد الشعبي، قبلها إسماعيل هنية عندما شكر أيضا إيران، صور التي ترفعها حماس وشكر بشار الأسد أيضا، والصور التي ترفعها حماس لقاسم سليمان الذي صال وجال من العراق إلى سوريا إلى لبنان وقتل من قتل وهجر من هجر. يعني هذه الحوادث التي تتكرر وتتكرر، يعني دائما نرى هناك يعني منفذ يمين منفذ شمال، وحضرتك اليوم هل لك أن تجيب عن كل هذه التساؤلات؟ أخي أحمد أجيبك عن كل هذه التساؤلات وبكل موضوعية، وعودنا كل مشاهديكم على الموضوعية. عندما نتحدث عن السياسة وتعقيدات السياسة،
عندما نتحدث عن علاقة مصر بدولة الإمارات في المقابل علاقة الإمارات بأثيوبيا وبسد النهضة، هذه هي تعقيدات وتشابك. حتى المعارضة السورية قد تجد أن لها من العلاقات المريبة مثلا مع بعض طرف هنا أو طرف هناك من أجل أن تحقق مصلحة ما. لذلك عندما نتحدث عن هذه التصريحات قلت وأكرر أنها لا تعبر عن المزاج العام الوطني الفلسطيني ككل. هناك اختلافات في الحالة العربية بالتأكيد. نحن نسأل لأنه الشعب الفلسطيني في غزة هو من أسقط صور سليماني من الشوارع. نحن نسأل عن قيادات حماس فقط، قيادات حماس. حتى قادات حماس وحتى السيد هنية عندما كان يشكر، قلت لك في العلاقات الدولية وتحدث أخي من الاستوديو، أحيانا تساوم حركات المقاومة في ظل حالة الضيق التي تمارس عليها، تساوم على أن تصدر موقف هنا أو هناك مقابل أن تحصل على السلاح الذي لا أحد يختلف على ما حدث في معركة سيف القدس. إذا تعي حماس أن لا شيء مجاني، ما تقدمه إيران اليوم ماديا أو عسكريا في مقابل. أخي أحمد حبيب قلبي، إحنا لما بنتكلم على موضوع المقاومة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتحدث وأنت تبتعد عن تحليل البيئة الاستراتيجية للمقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية كانت تتمنى منذ اللحظة الأولى علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، علاقات قوية مع الخليج العربي، علاقات قوية مع الإقليم ككل، مع العمق السني. على العكس تماما، لو رصدت فقط مواقف المقاومة الفلسطينية وحركة حماس عندما وصل الملك سلمان إلى سدة الحكم في تطوير العلاقة مع المملكة العربية السعودية وبناء على استراتيجية الملك عبد الله رحمه الله في موضوع احتواء الإسلام الوسطي وبناء حريصون سني، حريصون حماس أستاذ حسام، حريصون على هذه العلاقات التي تتحدث عنها مع محيطهم العربي السني. أخي أحمد، بس سؤال صغير، حريصون حارسون رسالة الماجستير والدكتوراه عن حماس، وكنت أسأل بشكل دائم هذا السؤال، ماذا لو احتضن العالم العربي السني، دعني وإن كنت لا أفضل هذه اللغة، نحن مسلمين سنة وشيعة، ولكن أتحدث عن العمق السني، ماذا لو احتضن هذا العمق السني المقاومة في سبيل إنهاء الاحتلال؟ أنا موافق أنها لن تذهب إلى أي عمق آخر، ولكن عندما تغلق لي هذا العمق ماذا تنتظر؟ أن أسلم رقبتي لإسرائيل أم أن أندمج؟ إذن إما أن تكونوا معي وتدعموني بكل طلباتي، وإما أن أتوجه إلى أعدائكم. لا هكذا هي المعادلة. ليس كما تؤولها أنت أخي أحمد. الحديث هنا نتحدث عن لدي احتلال أوسخ أو احتلال في التاريخ، وأنا أريد أن أواجه هذا الاحتلال. يأتيني سلاح من الإيرانيين، يأتيني سلاح من السعوديين، يأتيني سلاح من أي دولة، أهلا وسهلا به، لأن هذا الاحتلال لو كان يؤمن بالعملية السياسية لقدم للرئيس محمود عباس ما يأتيكم سلاح من الحوثيين. طيب يأتيكم سلاح من الحشد الشعبي؟ بالمطلق. لذلك أصدرت حماس بيان التبرؤ من حدث معاذ أبو شمالة المسؤول في حمساوي في مكتب صنعاء. طيب وضحت مباشرة خرج البيان، وعليك أن توضح في حلقتك. أنا فقط أريد أن تكون مهني أخي أحمد. عليك أن توضح. لو منا مهنيين ما بتكون موجود معنا حضرتك يا أستاذ حسام. ولو لا أنا طيب أنا بعرض وجهة نظري والمساحة مفتوحة لجميع الآراء. اسمح لي أتوقف عند النقطة، عندنا ضيفنا من الرياض، ورحب بك معنا سيادة العميد الركن حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي. اعذرني بداية على طول الانتظار، حبيت أخذ الرأيين، رأي من غزة ورأي ضيفي هنا في الاستوديو من اليمن، قبل أن أستمع لوجهة نظرك التحليلية اليوم. قال لك باختصار فكرة الأستاذ حسام أنه لولا المحيط العربي، لولا أنه تخلى عن حماس لما رأيتم الحماس اليوم في حضن إيران، أو ليس في حضن إيران، أنا يعني أحاول أن أصيغها بطريقتي، ولما رأيتم اليوم إسماعيل هنية وقادة حماس وغيرهم يشكرون مرة بشار الأسد ومرة إيران ومرة ميليشيات الحشد الشعبي، وآخرها شكر قيادي هو القيادي رقم 2 في ميليشيات الحوثي، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ أحمد والي أستاذ نبيل. أهلا وسهلا. وأيضا للأستاذ حسام. أنا الحقيقة استمتعت رغم طول الانتظار، ولكن استمتعت بتحليل الدقيق. أولا المقدمة التي تشبه يعني ينطبق عليها المثل لا عطرة بعد عروس، يفترض أن نستمع للمقدمة ونودع بعض، لأنها يعني اختصرت أو وضعت عنوان حقيقي لما يحدث. نعم. في كلام الأستاذ نبيل الحقيقة في تلاقح أفكار كثيرة جدا، هناك بعض التوقف مليا مع الأسف مبررات الأخ حسام. ندرك طبعا
ظروف البيئة في غزة، ولكن مع الأسف نحن كمراقبون مستقلون لا نمثل دول أو جهة رسمية ندرك أن غزة مع الأسف فيها 2 مليون إنسان بسبب تصرفات رعنة من حماس أصبحت مستعمرة إيرانية. لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. عندما يظهر هنية ويقول شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس، لماذا لم يعتذر عن مثل هذه الكلمة؟ وهو قاسم سليماني من قتل وشرد ملايين البشر في العراق واستهداف لأهل السنة. دعنا نتحدث طائفيا، لماذا نتحدث؟ السنة مستهدفة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. نعم. إذا كان معاذ تخلت عنه حماس فهذا أيضا مثل كما ذكرت أنت وأخذتها من فمي مثل عذر رئيس لبنان أمام وزير خارجيته الذي لا يحق لوزير الخارجية في لقاء رسمي على الهواء أن يتحدث بصفته الشخصية عندما تناقش مسائل تهم لبنان، وبالتالي ولا يمثل نفسه، يمثل مع الأسف الرؤية السياسية لحزب الله في لبنان ولأمل وللتيار الوطني الحر في بيروت، مع الأسف الذي أيضا باع القضية اللبنانية. أفراد من حماس مع الأسف، إذا كان لا يعلم الأستاذ حسام، أفراد من حماس مع الميليشيات الإرهابية في اليمن تقتل الشعب اليمني وتقدم استشارات لي أيضا استهداف المملكة العربية السعودية وقبلة المسلمين الحرمين الشريفين مكة المكرمة بالذات. وهناك أخبار على هناك قتلى منهما والفلسطيني يعلم ذلك. إذا كان لدى حماس الصدق فعليها أن تعتذر أولا من كلام قاسم سليماني باتجاه كلام حنية باتجاه قاسم سليماني الذي مع الأسف غدر الأمة العربية بشكل كامل والعالم السني الذي تشكل من 1.5 مليار ليتخذ من قتل أهل السنة والجماعة وشكل فيلقا اسمه القدس لا يعرف للقدس طريق. مع الأسف حماس ارتمت في أحضان إيران ليس لخدمة القضية الفلسطينية. لم يعد هناك مقاومة، أصبح هناك مقاولة ليس إلا. وبالتالي أصبح الإخوان المسلمون ومن يمثلهم في فلسطين حماس وغيرها أعضاء في الحكومة الإسرائيلية الجديدة نقطة على السطر. طيب بعد تكريم الحوثي، هل يعني هنا انا قرات بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلم سياده العميد انه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت وسيله سهله وسريعه لقياس صحيح. جزء من المزاج العام. البعض تحدث وكان هذه الخطوه من قبل حماس بتكريم وتقديم درع للحوثي وكانها القشه التي قسمت ظهر البعير، اذا ما اضفناها طبعا لعده مناسبات كما ذكرتها حضرتك وذكرت انا في بدايه الحلقه. هل هذا السؤال، هل هذا يعكس المزاج العام الرسمي في المملكه ام انه فقط على مستوى المواطنين على مستوى القاعده الشعبيه في السعوديه فقط او الخليج؟ بصفتي كمراقب وشريك في الراي العام الكل والسواد الاعظم يرى ان هذا العمل هو إرهاب يقدم هدية لإرهاب آخر ويتناغم في مثل هذا العمل. إيران تسرق أموال الشعب العراقي وتقدم منه جزء بسيط لحماس، والميليشيات الإرهابية التابعة في اليمن مطاياها الحوثيين يسرقون أيضا مال اليمنيين، بل يسرقون الرغيف من فم اليمنيين كما تقول وكالات المنظمات حقوق الإنسان والدولية في اليمن، ويعطي جزء منها لحماس. هذا تكريم ليان المحروقة في مأرب. اليوم الآخر يذهب معاذ أبو شمالة لمحمد علي الحوثي بايع القات، لم يكن لديه، ليس له علاقة في السياسة لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء مع الأسف مصنفون إرهابيون ليقدموا شعوبهم ضحية ومطية وهدية لإيران. أنا أخشى ما أخشى أستاذ أحمد والأستاذ نبيل والعزيز حسام، عليكم أن تدركون أن العالم ينظرون بالبصيرة. نعلم أن الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب ينظر في المنطقة بعيون إيرانية وليس بعيون عربية. ونعلم مع الأسف أن إيران أصبحت تضع يدها على بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. ونعلم أيضا أن أفغانستان قادمة وتسلم كابل لإيران. ولكن الأهم من ذلك كله، من تلك العواصم عين إيران على بيت المقدس والأقصى، وهم لا يعترفون بالبيت المقدس ولا بالأقصى. طيب خليني أخذ وجهة النظر الأخرى يا سيادة العميد وأسألك، أليست هكذا هي السياسة؟ يعني أنتم اليوم في المملكة العربية السعودية لا يخفى على أحد تحالفكم مع الولايات المتحدة الأمريكية على كافة النواحي.
هل هذا يعني بالضرورة أنكم لا تقيمون علاقات جيدة تجارية اقتصادية عسكرية مع كل من الصين وروسيا مثلا؟ والأمثلة إذا ما طرحنا الأمثلة أو فتحنا باب للأمثلة فهي كثيرة جدا. هكذا هي السياسة اليوم كما قال لك الأستاذ حسام، اختصار ويكررها حسن هني إسماعيل هني عفوا في كل مناسبة، اليوم نحن نواجه عدو صهيوني لا يرحم لا يفرق بين عسكري ومدني، وشاهدنا الحرب الأحد عشر يوم الأخيرة وعدد الضحايا. نحن اليوم بأمس الحاجة لدعم، هل علينا أن نقطع يد من يقدم لنا يد العون؟ أقصد إيران. هل علينا يعني كلمة شكر على أقل تقدير؟ أستاذ أحمد، هذا لا يعني بالضرورة أننا ضد السعودية وضد الخليج، بالعكس نرقى، وكلام أستاذ حسام وحركة حماس، بالعكس نتطلع إلى أن نقيم أفضل العلاقات مع الجميع، وخاصة كما قال لك أقتبس من كلامه العمق العربي والسني. أستاذ أحمد وضيوفك الكرام والمشاهدين والمشاهدات، المستمع أذكى مني ومنك وأعرف بالبيئة الإقليمية والدولية، وهناك فرق بين التعامل في السياسة من أجل المصالح وبين المؤامرة. هذه الأمور واضحة، أصبحت متناقضتين باتجاهين مختلفين. إذا كان المملكة العربية السعودية علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهي لمصلحة السعودية أولا ثم لمصلحة المنطقة. نحن من بادر برؤية للسلام عام 81 رفضتها السلطة الفلسطينية أيام ياسر عرفات. جميل. نحن أصحاب وكذلك أمر حماس معها في علاقتها مع إيران. ألم يسئ الرئيس ترامب في ولايته لدول الخليج وللمملكة العربية السعودية؟ هل أثر ذلك على علاقات البلدين؟ نعم، تتأثر العلاقات، ونحن ما نصوب السياسة الأمريكية كما صوبناها في بعد أن اتجهت بالاتجاه الصحيح أيام آية الله أوباما. نحن من صحح إبرة البوصلة أو مؤشر البوصلة باتجاه الحق العربي. والآن المملكة العربية السعودية تعمل، شاهد ماذا يحدث في اليمن وماذا يحدث في المنطقة. كانت أمريكا تستجدي وتستعطف إيران. أمريكا الآن عادت، استمع إلى خطاب وزير الخارجية الأمريكي اليوم، تغير بالكامل وكأنك تسمع وزير خارجية ترامب. لماذا؟ لأنه المملكة العربية السعودية تعمل في هدوء. نحن من يستطيع أن يفرض واقع، لكن مع الأسف من يطعننا هم أخواننا من العرب الذين مع الأسف إما عملاء في الدوحة وفي مناطق أخرى وفي قطاع غزة ويرتمون في أحضان الأعداء. لماذا؟ ألا تدرك حماس أن إيران تستولي على العراق وسوريا ولبنان وأجزاء واسعة من شمال اليمن؟ ألا تدرك حماس أن إيران قتلت أكثر من 3 مليون عربي مسلم وهجرت وغيرت ديموغرافيا عشرات الملايين؟ هل هذا مبرر؟ طيب، المملكة العربية السعودية في 30 ثانية طال عمرك، المملكة العربية السعودية عندما قال نحن مع أهل السنة والجماعة وما كان لنا رغبة في إقامة علاقات مع الملك سلمان حفظه الله وأيضا عهد الملك عبد الله، من أنزل الأئمة من المنابر للدعاء لمن يدعي الملك عبد الله عند وفاته هي حماس، عبد الله بن عبد العزيز الذي بنى آلاف الوحدات السكنية والذي وقف في وجه العالم من أجل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضيتنا، وأؤكد أنا شخصيا أنا ضد التطبيع وكل السعوديين وسياستنا واضحة، إلا إذا استعاد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه كما في القرارات الدولية وكما الرابع من حزيران عام 67. ولكننا ضد التطبيع مع العدو والذي يحدد بس أيوة، كنت بدي أقول لك إيه، كنت سأقولها لك يا سيادة العميد، ولكن يعني الفلسطينيين وخاصة حماس ترى أنكم يعني متجهون وبخطوات متسارعة نحو التطبيع. من قال هذا؟ ألا يستمعون لتصريحات الرسمية من وزير الخارجية الذي لا يمثل نفسه سمو الأمير فيصل بن فرحان يتحدث باسم بلاد المملكة العربية السعودية؟ القضية الفلسطينية قضية مركزية. ألم يجتمع ولي العهد السعودي بنتنياهو سرا وسربها الإعلام الإسرائيلي والغربي أيضا؟ اجتمع في عقول المتآمرين الكذبة الذين تقوم عقيدتهم على الكذب ويكذبون أكثر ما يتنفسون. المملكة العربية السعودية كما تظهر تعلن، ما خلف الأبواب هو ما تقوله في العلن، وبالتالي المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى مع مصر، هي مع الإمارات الذي يتهمها بأنها تطعم مصر في أثيوبيا. ثلاث الدول المركزية ستعيد البوصلة العربية بعون الله سبحانه وتعالى، ونتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدي أشقائنا من قادة حماس العودة إلى الحضن العربي، وعليهم أن يدركوا ماذا يحصل في العراق وفي سوريا وفي اليمن. جميل. أستاذ حسام الدجني تفضل، بدي أعطيك شوية وقت، عذرني أستاذ نبيل بس كرمال إذا في عنده نقاط يرد عليها ويأخذ مساحته. أستاذ حسام تفضل. يجب أن تعطيني الوقت لأنه 2 على 1 3 على 1. ما أنا رجعت لك، رجعت لعندك، يفترض أرجع لعند الأستاذ نبيل. تفضل. صحيح
سيادة العميد فقط تحدث في معلوماتين، أنا بس أدعوه فقط أن يعطيني حادثة واحدة حول مقتل حمساوي يقتل في اليمنيين، من هو الحمساوي الذي قتل؟ عشان أنا بدي أطلع على أثيركم وألعن هذا الحمساوي على الهواء مباشرة. لا يوجد أي واحد قتل في اليمن على هذه الخلفية. ثم مكانة المملكة سيادة العميد في قلب الفلسطيني ربما لا يعلمها أهل السعودية. لم يحدث أن طرد أي شخص على منبر، وأنا هنا أتحدى أن تعطيني منبر واحد طرد لأي شيخ يدعو للمملكة العربية السعودية. السعودية لدينا كفلسطينيين دين وعقيدة وعمق عربي وسني، وفقط نحن نبكي داخليا أن تذهب المملكة العربية السعودية على توتير العلاقة، أو أن يتم إثارة أي علاقة توتر بين المملكة العربية السعودية وبين فلسطين أو حماس أو أي من فصائل المقاومة. على العكس، ما نتطلع له علاقة حميمة مع المملكة العربية السعودية. ولذلك حتى لا نشوش على الرأي العام العربي، لا يوجد مثل هذا الكلام. وربما لو تحدثنا فيما يتعلق بعمق العلاقة مع الحوثيين أو عمق العلاقة مع الإيرانيين أو عمق العلاقة، لا يوجد يا سيادة العميد وكل مشاهدي الكرام، لا يوجد قضية واحدة تجد عليها إجماع حتى في المملكة العربية السعودية. لو قلنا حول علاقة المملكة مع الأمريكان، لن تجد نسبة 100% رضا سعودي بالمطلق، ولن تجد في أي دولة ديمقراطية 100% على أي قضية. لا يجد أن تجد الاختلاف سنة طبيعية. هل ما تفعله إيران في المنطقة هو قضية أصلا؟ أنا جيد تحتمل التأويل يا أستاذ حسام؟ حتى أخ أحمد حتى علاقة حماس بإيران لو وضعتها لاستفتاء حمساوي داخل تنظيم حماس، لن تجد نسبة 50% يا رجل معاها. ستجد هناك تباين في الآراء. نحن شعب ديمقراطي متحضر نقاوم احتلال، لذلك نرى أن هذه العملية وتعقيدات السياسة التي تحدث عنها شخصيا سعادة العميد، وهذه التعقيدات هي موجودة في الحالة الفلسطينية أكثر من غيرها. حالة الفلسطينية لدينا احتلال. والله لو أعطوا أبو مازن يا أخ أحمد من خلال العملية السياسية ومبادرة السلام العربية التي مزقها شارون قبل أن يجف حبرها عام 2002، والله لا أحد مع المقاومة المسلحة، ولا أحد مع حماس، ولا أحد مع الجهاد. نحن كشعب نريد أن نعاتق من الاحتلال. هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة. لم يعطي عباس أبو الرئيس عباس أي شيء، وبذلك وجدنا بالمقاومة المسلحة طريقا. المقاومة المسلحة لا أحد من عمقنا العربي يمدنا بالسلاح سوى سوريا وإيران. وعندما تذهب حماس لتأييد سوريا وإيران، هي تأتي ضمن هذا السياق، ضمن سياق الضرورة، وليس ضمن سياق الإيمان بالأيديولوجيا. لو كان الوضع مختلفا، لو كان الوضع مختلفا، بدي أعطيك أنا فرضية بس أستاذ حسام، لو كان اليوم يأتيكم سلاح من إيران ومن السعودية، هل كنا سمعنا مثل هكذا تصريحات من قادة حماس تمجد إيران، تمجد سليماني، تمجد القتلة في بلداننا؟ لا، بالمطلق لا. أنا أتحدى تحدي على الهواء مباشرة، لو عمقنا السني قدم للمقاومة ما تحتاجه، وبالأول تقدم بالعملية السياسية، وعك تفكر إحنا فرحانين أنه بالصواريخ والقتال نستعيد الأرض. ما هو القتال بخسرني أخويا، أنا في الحرب هذه فقدت ابن شقيقتي شهيدا في هذه الحرب، فلا أتحدث ويدي بالماء البارد. الله يرحمه يا رب. تعزينا لحضرتك وللعائلة الكريمة. الله يسعدك. وبذلك أنا لا أريد أن أفقد قطرة دم فلسطينية، ولكن إذا كان هذا الاحتلال، وأنا متأكد سيادة العميد يدرك أكثر من غيره، لا يؤمن بأي لغة سلام ولا أي لغة عملية سياسية، وهذا دليل ما يفعله بالضفة الغربية مع رئيس عباس. وإيران تؤمن بالسلام يا أستاذ حسام؟ يعني قل لك إياها وضوحا، ألم تروا ما فعلت إيران في العراق، في سوريا، وتفعله في لبنان واليمن؟ صديقي أحمد وسيادة العميد والأخ من إلا إذا قلت لي الدم الفلسطيني، الدم الغزاوي أغلى من كل دماء العرب والمسلمين وغير المسلمين. لا لا بالمطلق، لا بل يؤمن بالبشرية وبالإنسانية. الدم، أي دم هو دم بغض النظر، لا نبحث عن دين ولا عرق. نحن نقول كالتالي، أنه لو كان هناك عملية سياسية تعطينا أرض واستقرار ودولة مستقلة، لا داعي للعلاقة. العلاقة مع إيران لها وجه واحد، التبادل المصلحة في موضوع الدعم العسكري. هل وجدت موقفا لحماس؟ أتمنى عليك وعلى سيادة العميد وعلى ضيفك من اليمن وأي مشاهد يصدر موقفا لحماس أو للجهاد أو لأي فصيل فلسطيني
يبارك مجزرة إيرانية هنا أو مجزرة حوثية هناك أو لا سمح الله ضرب المملكة العربية السعودية. بس هذا التكريم هكذا يعني لا يفهم إدانة. إلا هكذا سيادة العميد ربما يعلم أن هناك بيان إدانة عندما ضربت الحوثيين محطات النفط في 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 المملكة العربية السعودية في أرامكو كان هناك إدانة. لا أحد يقبل إدانة على الهواء. نحن مع سلم المملكة ومع سلم العالم العربي. على العكس تماما نحن كفلسطينيين نرى أننا البوصلة أن كفلسطينيين الطائفي يجب وكل حلقتي عن حماس. نعم أنا أتكلم كفلسطينيين. نحن البوصلة في توحيد الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الاحتلال البغيض. والله لو انتهى الاحتلال الإسرائيلي وبنينا نهضة إسلامية سنية حضارية لن تجد لا مشروع إمبراطوري فارسي ولن تجد أي صراع مذهبي. سنرتقي في فكرنا وفي وعينا وفي شعوبنا. ولكن الصراع المذهبي الذي للأسف أحيانا بعض الحلقات تذهب إليه هذا الصراع هو الذي يفتت عدد الأمة ويضعف القضية الفلسطينية. فقط العلاقة مع إيران أخي أحمد تأكد أنت وكل المشاهدين لا شرعية. وقالها قادة حماس واستطيع أن أزودك بهذا بالصوت. قالها قادة حماس لا شرعية لما تقوم به إيران في سوريا ولا يمكن أن نعطي ما تقوم به إيران في العراق أو في اليمن أو في السعودية بالمطلق. نحن مع ولكن بذات الوقت نشكر إيران ونشكر سليماني ونشكر بشار الأسد. يعني هذا تناقض. هذا تعدى حدود البراغماتية وتعدى حدود اللعب على الحبال يا أستاذ حسام. لا مش صحيح كلامك. ليش أنت ما مسكتش نشكر مصر مثلا؟ لماذا لم تأتي عليها؟ لماذا لم تأتي على شكرنا لقطر؟ لماذا لم تأتي على شكرنا لكل دول مصر وقطر لم تؤذي لم تفعل ما فعلته إيران وأذرعها وميليشياتها في الدول العربية يا أستاذ حسام. على شو بالإشكار مصر لبكرة؟ الآن 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 ضيفك سيادة العميد اتهمها باتهام يعني بمعنى أنها أذت بعض الدول. يعني لماذا لا نشكر أي دولة؟ المقاومة شكرت الجميع. شكرت كل مواطن. شكرت سيادة العميد بصفة مواطن سعودي. طيب. شكرت الجميع. وصلت الصورة يا أستاذ حسام. سامحني بس شوية الوقت ما عاد عندي كتير وقت. سيادة العميد سعود إليك للرد. سجل نقاطك بس السؤال للأستاذ نبيل البكيري بغض النظر عن التكريم هذه ربما تكون شكليات نحن ما سأسألك عنه هو ما خلف هذه الشكليات. قبل فترة إن قرأت معي تقارير تحدثت عن أن حزب الله اللبناني ذهب إلى البوليساريو الصحراء الغربية وأعطى خبرات لهذه الحركة أو الجبهة في حفر الأنفاق وتدريب على سلاح وما إلى ذلك. كذلك ترى حزب الله اللبناني في العراق ترى فاطميون وزينبيون والحشد الشعبي في سوريا. اليوم السؤال هل أصبحت هذه الميليشيات هذه التنظيمات مهما اختلفت التسميات التابعة لإيران الممولة من إيران شبكة فيما بينها بغض النظر عن تبعياتها؟ وأريد منك معلومات زائد تحليل فيما يتعلق بالحوثي. يعني الحوثي اليوم غير ارتباطه في إيران يرتبط بهذه الحركات التابعة في العراق في سوريا في لبنان في مناطق مختلفة من العالم. لا شك أنه الحوثيين ليسوا كيان مستقل بذاته. الحوثي عبارة عن جماعة مرتبطة في إطار مشروع واحد. هذا المشروع مشروع الإيران ما يسمى بمشروع أم القرى وهو مشهور في الأدبية السياسية الإيرانية. وبالتالي يعني لا يمكن أن تمتلك قرار هذه الجماعة. قرارها مرهون في طهران ولا تختلف كثيرا عن حزب الله أو عن حشد أو عن كل الحركات الإرهابية المدعومة إيرانية الموجودة في أفريقيا أو في كل مكان. يا رجل إيران تمتد بعلاقات ميليشوية ليس فقط في أفريقيا. يا رجل في البحر الكاريبي وفي أمريكا الجنوبية لديها لوبيهات وشبكات واسعة من مهربي المخدرات ومن تعمل علاقات مع كل الناس. هذا فيما يتعلق بإيران وعلاقة الحوثي بإيران. الكارثة وين؟ الكارثة إنه الطرف المقابل لإيران لا يفعل لا يستخدم نفس الأسلوب. يعني تتحدث عن مثلا أنا أتحدث عن الخليج مثلا على سبيل المثال. حماس تيار جماعة سنية نختلف نحن وإياها في 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 دعمها أو في ذهابها إلى إيران لا شك في ذلك. وموقفها الأخير في اليمن خاطئ 100% وعلى الإخوة بحماس أن يعترفوا بهذا الخطأ. هذا خطأ لا يقبل تبرير مطلقا. قال لك يمثل نفسه صدر بيان. ما في أحد ممثل طرف يعبر عن نفسه. إذا كان يمثل نفسه أنا أرى من حماس أن تقيله من تمثيلها في اليمن أو أن يعلن استقالته حينها سنفهم أنه يمثل نفسه. لكن أنا بقول لك أنا يعني حماس في وضعية في وضعية الآن كما قال رماه في اليمن مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. حماس مضطر للتعامل مع إيران.
هذه حقيقة، لا نكون برغماتيين ونكيل كل التبريرات ونخون حماس ونسبها ليل نهار لأنها تعاونت مع إيران. حماس كارثتها اليوم أنه تشتغل مكشوفة الظهر، يعني ليس لها دعم وخاصة من الجانب العربي، بينما إيران تدعم، وبالتالي اللوم إذا كان فيه هناك لوم فاللوم هو علينا نحن العرب. يعني حتى لا نكون، أنا ليس لي موقف عدائي من حماس، أنا حماس حينما ترتكب خطأ أقول حماس أخطأت، وحينما تكون في موقع الصواب أقول حماس. قطر ألا تدعم حماس؟ الأموال التي تأتي، رواتب الموظفين وكل الأموال، كل شيء بالجانب الاقتصادي ألا يأتي من قطر؟ طيب لحماس؟ قطر عربية ولا طيب شو؟ طيب ومشروع قطر، ما هو مشروع قطر؟ ما هو المشروع قطر؟ ما هي قطر؟ أنت عم تحكي عن دول الخليج، ما هي قطر مثال؟ ما هي قطر؟ بدك نرجع تاريخيا للمملكة العربية السعودية، كم قدمت من أموال لحماس وغير حماس؟ يا رجل قطر هي عبارة عن قرية في ضواحي الرياض، بغض النظر نتحدث عن المملكة العربية السعودية اللي هي عمود العالم العربي وخيمته. ألا تقدم قطر دعما ماديا لحماس وعن طريق إسرائيل أيضا؟ لا يمكن إنكار هذا الموضوع. لا شك، أنا لا أتكلم هنا، أنا أقول إنه المملكة العربية السعودية أولى بتقديم الدعم لحماس وليس قطر، لأن المملكة دولة وازنة من الدول العشرين في العالم. صحيح. وبالتالي حماس يفترض أنها ورقة من أوراق المملكة العربية السعودية في مواجهة المشروع الإيراني والإسرائيلي والتركي وكل المشاريع الموجودة في المنطقة. حماس من وجهة نظرك أو حتى باقي المضطرين كيف يفكرون؟ يعني أنا بدي أسمع وجهة نظر غير وجهة نظر أستاذ حسام. دعني أقول لك، يعني لا يبرر، لا مشكلة بخسارة الخليج والسعودية. دعني أقول لك، أنا أختلف تماما مع كل المواقف، مع تصريح حنين الذي شكر القاتل قاسم سليماني أو الذي سماه شهيد القدس، أي قدس؟ شهيد مجازر العراق واليمن وسوريا. أما القدس فالقدس بريء من إيران ومن غير إيران ومن قاسم سليماني، ولا أتفق وضد التكريم الذي حصل في العاصمة صنعاء لميليشيات. طيب هي واضحة، لكن ايضا في المقام الاول ايضا حماس لديها صور من الصور الايجابيه في مقاومه الاحتلال الاسرائيلي، ويجب ان نفصل، يعني لا يكون النقطه السوداء لتسويد كل المشهد ولا النقطه البيضاء لتبييض كل المشهد. هناك اخطاء كارثيه. نقطه واحده سوداء، نقطه واحده سوداء، نقول هذه نقطه سوداء، يعني بتصرفات حماس هناك نقطه واحده ام نقاط؟ اقول انا بموضوعيه، أنا اضرب لك مثل الان. يعني تصريحات حماس تجاه المشروع الإيراني تصريحات كارثية، ولا نقبلها جملة وتفصيلها أبدا على الإطلاق، لأنها تستفز ملايين العرب والمسلمين الذين اكتووا بهذا المشروع الطائفي الذي دمر المنطقة العربية. وبالتالي لا تأتي يعني كمية الدعم الذي يصل حماس من الحاضنة السنية في العالم كله لا يساوي 0% جنب الدعم الإيراني، 0% لا يساوي جنبه. بس هنية، بس الكارثة انه الاخوان اكثر من مناسبة. ثواني، قال لك الصواريخ بطلت تجي على غزة من ايران. يا راجل، يعني هم ينقلون لنا كلامه مش كلامي، اسماعيل هنية قال لك تقنيات الصواريخ ينقلها الايراني لحماس. يعني اي دعم؟ عن اي دعم تتحدث؟ كمنطق وكمعلومات حماس لديها من الكوادر الهندسية والخبرات ما كافي لصنع قنابل نووية. بعدين هذه المعلومات الاستشارية التي تضقون فيها موجودة في الانترنت، تدخلوا على أي موقع في الانترنت موجود كل المعلومات الموجودة اليوم متاحة لصناعة الأسلحة. لا نحن نتحدث عن صواريخ باليستية. لا يذلون الإخوة في حماس أن إيران قدمت لهم خبرات عسكرية، لا يذلون بها، لأنه هذا بالأخير هذه ليست أسرار فضائية لا أحد يصل إليها صناعة الأسلحة. يمكنك أن تأخذها من أي من حماس لديها خبراء وخريجين أرقى الجامعات العلمية، وبالتالي قادرة أن تصنع. مشكلة حماس إنه يعني مكرهة على أن تقدم، وهذا خطأ استراتيجي في حماس. حماس التي نشأت كحركة مقاومة وطنية أخلاقية بدرجة رئيسية تقدس المبادئ، أما إذا أصبحت تستخدم السياسة مثلها دولة الاحتلال الإسرائيلي أو مثلها ميليشيات المشروع الإيراني في المنطقة، فما الفارق بينهما؟ لتعلن طيب أنها بريئة عن وتنضم لهذا المشروع ولا تقول أن لها علاقة في واضح. سيادة العميد الركن حسن الشهري، أعود إليك من جديد إن كان لديك ردود، ولكن سريعا لأنه أريد أن أسألك، لو ترجع فينا شوي بضع سنوات إلى الوراء، لماذا توقف الدعم السعودي والخليجي لحماس خصيصا عن حماس؟ دعني فقط، لا أود أن يمرر الأستاذ الزميل
حسام مثل هذه الرسائل عبر الأثير ويستعطف الرأي العام العربي، وكان حماس حامل وديع في هذه المرحلة. حماس في الأوقات الماضية كانت تمثل مقاومة حقيقية وليست مقاولة كما هو في الوقت الحالي. هناك قادة من حماس على رأسهم الزهار لا يرى فلسطين والبيت المقدس شيء، إذا كان الأخ حسام مغيب أو أنه يستذكي هذا شأنه، لكن موجودة بالصوت والصورة الزهار بيت المقدس يقول لا يساوي المسواك الصغير في الفم، أهدافنا أهدافهم لخدمة إيران للاستيلاء على الأمة العربية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أتيه أيضا بقائد حمساوي كبير يود ماذا يفعل؟ أن يحرر الحرمين الشريفين مكة والمدينة قبل تحرير القدس، وأتيه بصور لمن أنزل، سأرسلها للأستاذ أحمد بعد اللقاء لتطلع إذا عليها. إذا كان حاضر الاسم بس تذكرنا الاسم، من هو هذا القائد؟ دعني أجيب، ستطلع عليه كاملة. صور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان عز العرب وأملهم مع الأسف، والذين يسهرون ليل بالنهار لصيانة هيبة الأمة العربية والإسلامية تداس مع الأسف بأقدام الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. أنا كمواطن سعودي أتألم، لأن ندرك أنا كمواطن سعودي عمري 60 عاما وأنا في الابتدائي. بس يا سيادة العميد، أنا آسف للمقاطعة، صدقني آسف، ولكن لماذا تخلط في كلامك بين الشعب الفلسطيني في غزة وبين حماس وقادتها؟ يعني الشعب هذا عندما رفعت حماس صور سليماني في الشوارع هو من مزقها وهو من أسقطها. أود أن ترجع أستاذ أحمد لذاكرة إلى الخلف. أنا قلت في غزة 2 مليون أصبحت مستعمرة إيرانية بفضل قادة حماس. الشعب الفلسطيني في سجن كبير داخل غزة مع الأسف. أين، سؤال للأستاذ حسام عندما يدعو المقاومة وأبناء المقاومة، أين أبناء هنية وسنيورة وغيرهم من الجهاد في غزة ضد الاحتلال الصهيوني؟ أم أنهم يتنعمون في أرقى المنتجعات، ورئيسهم أيضا في أكبر المنتجعات في الدوحة ويقوم بعمليات الاستطباب والمساج وخلافه؟ يا أخي والله العظيم افترض أن تخجلوا من هذه القيادات التي مع الأسف لم تجلب لكم إلى العار. مثل ذلك ما يسمى معاذ ثم تتخلى عنه حماس. الأولى أن تدين حماس ما يقوم به الميليشيات الحوثية الإيرانية في اليمن ضد الشعب اليمني، والأولى أن لا يكون لها ممثلين في صنعاء وهي تشكل كأنها قنصلية أو سفارة لميليشيات انقلابية إرهابية حوثية في اليمن، وبالتالي هناك إرهاب يدعم إرهاب. أما المملكة العربية السعودية لماذا تخلت؟ لأن المملكة العربية السعودية والدول العربية تطعن. نعم نحن نحتوي القضية والقضايا المملكة العربية السعودية ومصر. هل مصر والقيادة المصرية الآن لما تعمل من أجل احتواء ما حدث في غزة، هل هو من أجل قادة حماس؟ من أجل القضية الفلسطينية بشكل كامل التي مع الأسف طعنها الحمساويون وأيضا وناس آخرون في منظمة فتح مع الأسف في السلطة الفلسطينية. بس ما هو الجواب سبب تخلي المملكة عن حماس؟ أصبحت حماس ظاهرة العداء والارتماء في أحضان العدو، وبالتالي لا يمكن أن تساعد عدو. يعني ذات موقف المملكة من حزب الله لحد 2006 لا شك في ذلك. وحماس بالنسبة للمملكة العربية السعودية منظمة إرهابية، لا نستطيع أن نخفي ذلك. قادة حماس والمنظمة، أما الشعب الفلسطيني شعب عزيز وسنبقى وهم على عمل خير وفي جهاد ورباط إلى يوم القيامة، وسيأتيهم حقهم يوم الأيام. لكن أود تذكير فقط في النهاية، إذا أوكلت الأمور لغير أهلها وأصبح مثل هؤلاء القادة الذين يبيعون أوطانهم وشرف قضيتهم من أجل مصالح شخصية فلن تنتصر القضية الفلسطينية. من رفض اتفاقية أو مبادرة المملكة 2002 حماس لم تقبلها، كما لم يقبلها شارون، كما لم يقبلها البيت الأبيض، وبالتالي الصورة باتت واضحة. عندما ترتمي المقاومة في أحضان أعداء الأمة العربية عقيدة وشعبا ودينا وأرضا وعرضا، فبالتالي أصبحت منهم، لم تعد جزءا من الأمة العربية. شكرا جزيلا لك نحتوي مثل هذه الأمور، لكن في النهاية نتمنى أن تعود حماس لرشدها إذا كان لديها ولو الضوء الأخضر من العقل. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا سيادة العميد الرقن حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من الرياض. شكرا جزيلا لضيفي من غزة الأستاذ حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية. شكرا لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث اليمني. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.